مشاهدينا، يشدد الأطباء والخبراء على أهمية تناول الخضار والفاكهة في مواسمها لما فيها من فوائد غذائية وصحية عالية. كيفية الاستفادة القصوى من هذه المنتجات الطازجة هو موضوع هبة الآن مع اختصاصية التغذية جنين عوض. صباح النور جنين، كيفك؟ ليه لازم نشدد دائما على تناول الفواكه والخضار في مواسمها؟ اولا بمواسمها او بمواسمها الخضره والفواكه كثير مهمه لصحه الانسان. نعم. لانه هي بتكوينها لما بتدخل على جسم الانسان ممكن تخفف كثير من مخاطر الاصابه بعده امراض، منها ضغط الدم، منها السرطان وغيرها. نعم. منشدد على تناولها بموسمها لحتى نكون عم نستفيد من كل الفيتامينات والمعادن يلي بدخلها. لأنه رح نحكي هلأ عن الفرق بين الفواكه الطازة والخضرة الطازة والفواكه المجلدة والخضرة المجلدة. شو اللي ممكن تفقده هالمواد بالذات من فيتامينات ومعادن خلال فترة التفريز؟ نعم. بتعرفي بس يعني هيك بدي أشير لكلامك، أنه مبارح كنت عم شوف دراسة عن أنه ليه الناس باليابان بيعيشوا أكتر وليه دائما صحتهم أحسن من صحة الناس يعني حول العالم. طلع لأنه هن بيأكلوا دائما الفواكه بموسمها وأسباب تانية، بس دائما بيحاولوا أنه يأكلوا الفواكه والخضروات بموسمها، وقليل ما تلاقي عندهم أنه ناس بتروح لتشتري الفواكه غير الموسمية. مزمت. بس لأنه هي على بالها، يعني مثل ما نحن هالقد معززين حالنا. خلينا نرجع أنا وإنتي للمدة اللي بتعتبر فيها الفواكه طازجة، لأنه إنتي حكيتي أنه المفروض أنه الفواكه تكون طازجة بيكون أفضل يمكن، أو في إلها طريقة حتى للتفريز انه نحطها بالفريزر او نجمدها. قد ايه هي المده لتكون الفواكه طازجه؟ بيوم، يومين، اسبوع، شو هي؟ شوفي، هي بتكون طازه طالما انقطفت وانوجدت عند المحل يلي بدنا نشتري منه الخضره. نعم. او الفواكه ممكن تبقى عنده من يوم ليومين تكن تنباعد. نعم. بمجرد انها توصل لعنا على البيت وتنحط بالبراد بتضل طازه من 3 ايام ل 12 يوم. منيح. لانه من بعد 12 يوم او قبل 12 يوم من الخمس ايام وبتطلع هي بتبلش تخسر من شكلها. أه. بنبلش نشوف انه شكلها بلش يتغير، طعمتها حتى بلشت تصير يمكن فيها مروره اكثر. نعم. بس بتفقد من فوائدها؟ بتفقد من فوائدها بس تتخطى 12 يوم. بس تتخطى 12 لانه بتبلش تتلف. نعم. ولكن من بعد خمس ايام تفقد من جماليه شكلها. جمال شكلها 100%. نعم. طيب الخضار اللي مضطرين انه نحن نحطهم بالفريزر، اللي بيشتري المونة واللي بيشتري الخضار الموسمية بيفرزوا، في كتير بعض من السيدات بيعملوا هيك. خبريني، هل معنى كلامك انه هاي الخضار فقدت كتير من فوائدها؟ فوائد الفيتامينات يلي هي قابلة للذوبان بالماء مثل الفيتامين بي والفيتامين سي. بينما الفيتامين اي والاي والبيتا كاروتين والالياف يلي موجودة بدخلها ما بتخسرها. يعني الأشخاص يلي هن أنا بفضل أنه يكونوا عم يشتروا خضرة وهن يفرزوها بحد ذاتهم. نعم. مش يكونوا شارينا مفرزة من عند المنتج. نعم. لأنه ما بيكون منضاف لها ولا مواد مضافة ولا فيتامين سي ولا سكر لحتى يحفظوها لمدة أطول. إذا نحن الأشخاص، أنا كمربية، أنا كأم بشتري هالخضرة فرزها ببيتي، بكون عم بضمن أني ما عم ضف لها مواد حافظة، كون ما عم ضف لها ولا فيتامين سي ولا سكر لحتى اضمن انها رح بتضاين عندي اكثر. هلا برجع بذكر انه اللي رح نخسره من هالفوايد هن بس الفيتامين سي والفيتامين بي يلي هن قابلين للذوبان. لانه نحن لما بنجلد هالمأكولات او المنتجات بنشوف انه بس نشيلهم في عليهم مي وثلج، هالثلج لما بيدوب بيسحب معه هالفيتامينات وهالرواسب وبتروح لما بنكبه. طيب فترة التفريز أو التجميد لهذه المواد الغذائية قد ايه لازم تكون؟ لازم تكون من عمر يوم لعمر سنة. نعم. مش أكتر. أولاً لتحافظ على الطعمة، لأنه أنت بتقدر تميزي بين المأكولات الطازة. يعني الأشخاص اللي هن عن جد مميزين بالمذاق تبعهم بيقدروا يميزوا أنه هالنوع من المأكولات قد ايه صار له، إذا مفرز، إذا طازة. نعم. إذا خسر من طعمته، لأنه النكهة بتروح مع الوقت وبتتفكك. طيب كيف بنقدر انه ندخل مثل هذه المواد الغذائيه بطعامنا؟
شوفي نحن كأشخاص فينا ندخلهم بحياة لطريقة إذا نحن منحب الألوان وهالأشكال بمأكولاتنا. بدي أحكي عن أشخاص يلي ما بحبوا الفواكه لأنه عن جد بتصاد في ناس غربة بتفاجأ إنه معقول في شيء حدا ما أبداً أبداً حتى بيرفضوها أو بيحسوا إنه ممكن يصير في أي نوع من الألرجي أو الحساسية بجسمهم إذا تناولوها. هون دور الأم ودور الأهل إنه يشددوا على هالموضوع، يجبر الطفل على القليلة إنه لمرة تكون موجودة بوجباتهم خلال فترة النهار، والتكرار لحاله بيخلي الإنسان يتعلق بالطعمة ويدخلها على حياته اليومية وعلى غذائه. فينا ندخلها من خلال البيوري، من خلال الشوربة، من خلال إذا ما كان بدنا ناكلها نية، لحتى بس نقنع الجسم انه هو عن جد صحي. وعطول لازم اختار الانواع يلي موجوده بالموسم لحتى رغب حالي وانها تكون بديله عن حلويات تانية موجوده بالبيت. إن انا من الاشخاص يلي بالنسبه لإلي جات الفواكه اساسي على الطاوله، ان اكلت ولا ما اكلت، ان اكلوا الاولاد او ما اكلوا، اذا كان موجود اللجوء الى هاللقمشات حتكون بدل ما تكون للسكر حتكون للفواكه والفركتوز. كثير منيح كثير منيح. طيب الفواكه الموسميه عم تقولي انه الافضل انه الواحد ياكلها بموسمها وتكون كثير منيحه، كيف الممكن انه الواحد يستغل مثل هذه الفواكه ليزيد صحته ولتكون انه حتى طاقته بالعطاء بحياته تكون كثير منيحه وباعلى مستوياتها؟ شوفي بموسم الربيع ببلش الكرز والمشمش وهالالوان الحلوه والخوخ. في كثير اشخاص بيكونوا بفتره الشتاء عم بيعانوا من مشاكل امساك ومن مشاكل بالجهاز الهضمي. هالانواع من الفواكه اللي بتنوجد بفترة الربيع حتكون عم بتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي. بيتبعها موسم الصيف يلي بيكون فيه الكيوي، العنب، الليمون وغيرها من الفواكه يلي كمان غنية بالألياف، في الرمان يلي موسمه هلا والبوملة، الليمون، كل هالقصص إذا أخذناهم على مدار السنة بنشوف إنه من خلالهم فينا نتجنب كتير مشاكل صحية أهم المناعة وجهاز المناعة والجهاز الهضمي. إذا هالثلاثة كانوا عن جد قوية ومدعومين من خلال تغذية سليمة جسمنا رح يكون عم يتفادى كتير مشاكل غيرها. كتير مني حتى المشاكل المرضية اللي ممكن أنها تيجي تصيبنا حتى بالمواسم، يعني أكيد. مثل أنه بفصل الشتاء أنه بتزيد مثلا نزلات البرد والأمراض الأخرى اللي لها علاقة بالجهاز التنفسي. نعم. طيب بدي أشكرك كتير الاختصاصية بالتغذية جنين عواد على كل هذه المعلومات.